أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم هذه العبارة وجه الله عليك وعبارة الله ما شفناه وبالعقل عرفناه؟ وجه الله عليك هذا معناه أنه تشفع بوجه الله على هذا الشخص، وهذا حرام، هذا ذنب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: إننا نستشفع بالله عليك، تغيظ صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: ويحك، أتدري ما الله؟ الله أعظم من ذلك. لا يجوز أن يستشفع بالله أو بوجه الله على أحد من خلقه. فقوله وجه الله عليك هذا يعني أنك تجعل وجه الله شفاعة يشفع لك عند هذا الشخص. ومعلوم أن المشفوع عنده أعظم من الشافع، هذا أمر لا يجوز. وأما الله ما رأيناه صحيح، إنما رأيناه في الدنيا، لكن رأينا آياته ودلالاته الكونية والقرآنية دلتنا عليه سبحانه وتعالى. والرسل عليهم الصلاة والسلام بلغتنا عن الله، فنحن نؤمن به وإن لم نره الدنيا بناء على هذه الأدلة العقلية والأدلة النقلية والسمعية.